مرحبا، أهلا وسهلا فيكم والسلام بالجميع في حلقة جديدة من التحضير لاختبار الجنسية الكندية لكتاب ديسكفر كندا. اليوم حنبدأ في صفحة 30 اللي هو الانتخابات الفيدرالية، وحنحكي شوية عن الانتخابات بشكل عام وواجبنا. هاي الحلقة رقم 13. كان بأكد بهاي الحلقة وبالحلقات السابقة أكدت إنه هذا فقط للشرح وللتوضيح للناس اللي بتحب تفهم باللغة العربية إيش بتقرأ، لكن هذا لا يعني انك مش لازم تقرا ولا تحفظ الكتاب، لانه هذا مهم جدا انك تحفظه باللغه الانجليزيه او الفرنسيه عشان تقدر تقدم للاختبار بشكل عام. خلينا نغوص في الكتاب كما عودناكم، نطلع فيه صفحه صفحه جمله جمله ان شاء الله. بسم الله. صفحه 30 اللي هي الانتخابات الفيدراليه. طيب خلينا نفهم شو معنى الانتخابات الفيدراليه. الناس في كندا البيبل بنتخبوا زي ما حكينا في الحلقه الماضيه اللي هي هاوس اوف كومنز، اللي هم النواب الموجودين في مجلس العموم الكندي. اوكي، وبتقدر تعمل ري الكت، تعيد انتخاب نفس النائب، او تنتخب واحد جديد للبرلمان. هدول بسموهم ممبر اوف بارلمنت، او بيختصروها MPs أو MP Member of Parliament. طيب في حسب القانون الكندي الحكومة أو البرلمان لازم يصير عليه انتخاب on the third ثالث Monday في أكتوبر كل 4 سنوات. أوكي، ممكن تصير حالات غير هيك، وممكن البرايم مينستر أو رئيس الوزراء يطلب من الجوفرنر جنرال انه تدعو لانتخابات مبكره، كله بيعتمد، وصارت حالات كثيره، لكن عاده كل 4 سنوات في ثالث ماندي، ثالث اثنين من شهر اكتوبر الشهر العاشر. طبعا هون في مش خطأ، هي لما طبع الكتاب هذا كانت 308، هلا 338 مقاطعه او مكان انتخابي او ديستريكت بسموها، او مقاطعه انتخابيه او مركز انتخابي. 383، احفظوا هذا الرقم، ما بعرفش اذا بقدر اكتب هون. المهم 338 مش 308، وما بعرف طبعا اذا بالامتحان اعتقد انهم شالوا هذا الرقم لانه الناس لسه بتحفظ 308 فعشان ما يخربطون، بس الحقيقه الان 338. اوكي، بسموها برضو electoral district، هذا الاسم الرسمي، بسموها riding constituencies، هاي الأسماء اللي تسمعوها من الناس. طبعا هاي منطقة جغرافية بيكون النائب واحد المسؤول عنها أو MP واحد، والناس هي اللي في هاي المنطقة بتنتخب هذا النائب، تنتخب واحد من عدد من المرشحين عشان يصير واحد منهم نائب اللي هو بأخذ أكثر عدد أصوات. لازم طبعا يكونوا ساكنين في المنطقة هاي، ولازم يكونوا كنديين، هذول الشرطين اللي لازم يكونوا عشان يقدروا ينتخبوا. والشرط الثالث، أول إشي لازم يكونوا من المنطقة، وين خلينا نحكي citizens on each electoral، واحد لازم يكون منطقة، الثاني لازم يكون، الشرط الثاني كندي، الشرط الثالث يكون عمره أكثر من 18 أو أكثر. الآن أي نائب، أي شخص كندي الجنسية عمره 18 سنة أو أكثر ممكن يرشح حاله للانتخابات. وفعلا أنا كان في المنطقة اللي عندي واحد عمره بالسنة الأولى في الجامعة 18 سنة ورشح حاله للانتخابات، مش عيب إذا بيوجد بحاله الفرصة. وفي ناس نجحوا ووصلوا للبرلمان بأعمار صغيرة جدا. أوكي، في كل مكان، في كل منطقة ممكن يكون عدد من المرشحين، ممكن يكون 3 4 5، عادة كل حزب بنزل واحد، وبكونوا في 2 3 4، ممكن ولا واحد، هدول بسموهم بدون انتماء حزبي، هدول بسموهم نسيت الاسم والله. المهم هدول بكونوا يعني بدون أحزاب، عادة للأسف إنه بس الأحزاب اللي من الأحزاب بفوزوا. الناس طبعا زي ما حكيت بيختاروا الكانديديت، عادة بيكون هو مرشح من بوليتيكال بارتي، من حزب فيدرالي،
والنائب اللي بيحصل على أكبر عدد أصوات طبعا بفوز في هذه المنطقة. هلا الفوت كيف بيصير الانتخاب؟ طبعا الفوت هو privilege، يعني هو شيء امتياز يعطى للكندي الذي يحصل على الجنسية الكندية، وهذا حقه في التصويت. بتقدر تصوت في البرلمان أو تعطي صوتك للبرلمان إذا كنت زي ما حكينا Canadian citizen، عمرك 18 سنة أو أكثر، وموجود على الفوتينج ليست. هاي حنحكي عنها بعد شوي شو معنى الفوتينج ليست. الفوتينج ليست بكون عندهم في كندا اسمها National Registers of Electorals. أوكي، هاي بتجمع أسماء الناس اللي بيقدروا ينتخبوا في البرلمان. عادة لما أنت تعمل التاكس تبعك بتروح بتعطي زي تصريح لهم عشان يوصلوا اسمك ل الفوتر ليست عشان يكون اسمك موجود. عادة بتصيرش أخطاء قليلا جدا إذا أنت موافق على ذلك. في ناس ما بدهم يحطوا اسمهم في الفوتر ليست، ما بعرف ليش، بس هدول الناس ما بيقدروا يصوتوا في البرلمان. المكان المسؤول عن هذا بسموه إلكشن كندا، أو هذا الاسم الرسمي تبعهم. و قانون حكينا بيقدر يصوت في البرلمان او بالريفرندمز. الريفرندمز اللي هو الاستفتاء، بصوت على بالبرلمان الفيدرالي، كلهم بصوت باي شيء بيصير في كندا اذا من هدول الثلاث شروط. اوكي، هلا الكشن كندا شو بتسوي؟ تبعت بالرسائل شغله اسمها فوتر انفورميشن كارد، حورجيكم اياها بعد شويه. Voter Information Card، هذه الكرت اللي محطوط عليه كل المعلومات اللي انت بتحتاجها، في عليها نمبر، رقم تلفون بدك تقدر تتصل اذا في اي مشكلة عندك او ما بتقدر تصوت بهذاك اليوم. في عندك عدة معلومات حنحكي شو موجود في على الكارت هاي. اذا ما وصلتك هاي الكارت، سمعت الناس بصيروا يحكوا والتلفزيون وكله بيحكوا انه بدأوا الان يوصلهم الكارت، اذا ما وصلك هذا الكارت لازم تتصل بإلكشن كندا عشان تعرف شو السبب. يا اما بكون ضايع بالبريد، يا اما اسمك مش موجود في الفوتر ليست، فممكن تضيفه at any time. You see, you can add your name at any time to the voter list including on the election day، يعني حتى بيوم التصويت اذا ما كان ممكن تصوت ممكن تضيف اسمك. التصويت يا بيصير بيوم التصويت اللي كلنا بنعرفه اللي هو بكون محدد قبل أشهر، أو بسموه شغلة Advanced Polls. أنا دائما بروح على Advanced Polls، وهو التصويت المبكر، ما بدي أستنى، ما بقعد، عادة بكون فاضي ما في حدا، بتروح بتحطها لهذا وبتخلص الموضوع وانتهى. في ناس كتير مثلا بتسافر ما بتكون موجودة في مدينتها، ما بتقدر تصوت بهذاك اليوم، عندها شغلة عندها شغل، فبتروح على الأدفانس بول. ولازم طبعا يكون معك اللي هو الانفورميشن كارد، هاي فوتر انفورميشن كارد، وما يثبت هويتك اللي هو يا رخصة يا إما جواز السفر، وطبعا لازم يكون فيها عنوان. سيكريت بالتس، شو معناها سيكريت بالتس؟ سريعا جدا، سيكريت بالت معناها انه في الانتخابات الكنديه ما في احد يحق له الاطلاع على الكرت اللي انت انتخبت فيه. يعني انت بتروح بعطوك ورقه، بتروح ورا زي خزانه، بتسوي بتحط اكس على الاسم اللي بدك اياه، وبعدين بتعطيه للمسكر، بحطوه في بوكس وبروح، ما حد بيعرف لمين انت الا الله سبحانه وتعالى. فهذه حتى الناس اللي في عيلتك او مديرك او اي حدا بيسألك يحق لك عدم التصريح على لمن انت صوتت، يحق لك ذلك. اذا انت حابب فولنتيرلي تحكي هذا شيء خاص بيك وهذا راجع لك، انا والله صوت لفلان او صوت للحزب الفلاني، هذا شيء راجع لك، بس قانونيا ما بحق لحدا يجبرك انه يعرف. الان عادة النتائج بتطلع بنفس اليوم، بتنبعت هاي على مكان الفرز او بتفرز في المكان نفسه عادة، وبتطلع النتائج بالتلفزيون وبالراديو وبالجرايد بنفس اليوم.
بعد الإلكشن، عادة بعد الإلكشن بصير الهاوس اوف كومنز او البرلمان بصير له انفيتيشن من الجوفرنر جنرال، او بدعوه الجوفرنر جنرال للانعقاد، وبنعقد هذا البرلمان عشان برضه يسوي الجوفرمنت اللي هو الحكومه. طبعا الجوفرنر جنرال اول شيء بيسوي الليدر اوف ذس. هلا خلينا افهمكم كيف تتكون الحكومه. الحكومه بتصير احنا زي ما حكينا معظم اللي بترشحوا احزاب، الحزب اللي بيحصل على اكبر عدد مقاعد في البرلمان هو اللي بحق له يسوي الحكومه، وعليه رئيس هذا الحزب بكون هو البرايم مينستر. رئيس الحزب اوكي بكون هو البرايم مينستر، والحكومه والجوفرنر جنرال تعطيه تاسك او تعطيه وظيفه انه يشكل الحكومه ويجوا عشان يقسموا عند الجوفرنر جنرال. اوكي طبعا في شغلتين في البرلمان لازم تفهموها. اذا الحزب الحاكم حصل على عدد نصف عدد الاصوات فما اعلى في مجلس العموم بيسموا هذه الحكومة majority government، يعني ما في أحد بيقدر defeated أو يسقط الثقة فيها. أما إذا كانوا أكبر عدد موجود ولكنهم لم يأخذوا نصف عدد المقاعد، بما معناه أنه 338 مقعد عندنا في البرلمان، نصفهم 174 صح؟ 338 خلينا نحكي خلينا نحكي 174. إذا حصلوا على 173 بيصيروا شغلة اسمها minority government. هذا الفرق بينه، وهي minority government دائما بتكون متخوفة لأنه ممكن بكل سهولة أنهم يسقطوا الثقة وتسقط الحكومة. طبعا البرايم مينستر زي ما حكينا هو اللي بيدير الحكومة، مدام في عنده support و confidence من الـ MPs، من أغلب الـ MPs حكينا، في شغلات الأساسية في الحكومة. هذه الشغلات مثل البادجت الميزانية، والشغلات اللي فيها مثلاً defense أو حرب أو أشياء زيها. أوكي؟ معظم معظم الـ 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 البارتي او معظم النواب الموجودين بيكونوا منتمين لاحزاب سياسيه. الحزب الحاكم بسموه بارتي ان باور او الحزب الحاكم اوكي، ولكن وهذا بيكون ممثل بالبرايم مينستر طبعا. واذا لا سمح الله ما قدروا ياخذوا الثقه، الجوفرنر جنرال بدعو البرايم مينستر للاستقالة، وبالتالي يدعو لانتخابات جديدة. معظم زي ما حكينا الكابينت مينسترز بكونوا من البرلمان معظم الوقت، من المنتخبين. ممكن يختار رئيس الوزراء ناس مش منتخبين، لكن معظم الوقت بيكونوا منتخبين. وهذه طبعا بتدير الحكومة. مش عارف ليش بتضلها تكبر وتصغر. طبعا الحكومة بتعمل important decisions والشغلات المهمة، ومنها البادجت، هاي اهم شغلة اللي هي كيف تدار اموال الدولة. اوكي البارتيز الثانية اللي هو احنا حكينا party in power، هاي البارتي الثانية. كل الباقي الثانية بسموها opposition party أو الأحزاب المعارضة أوكي، اللي هي ضد هذا الحزب، وهم بيصلحوا شغل الحكومة. أو والحزب اللي أكثر عدد أو ثاني أكثر عدد نواب موجود في البرلمان بسموه the official opposition of her majesty or loyal opposition، هذا الاسم تبعه. اوكي مثال الان الحزب الحاكم في كندا الان اللي هو الـ الحزب الليبرالي، فهو the party in power. الحكومه الان
minority government لأنه ما عندهم أكثر من نصف النواب، وكل البارتيز الثانية بسموهم opposition parties، لكن أكبر حزب أو الحزب الثاني بعدد النواب اللي هو حزب الكونزرفاتيف هو the official opposition of Her Majesty loyal oppositions. أوكي، وطبعا هذا زي ما حكينا أكبر أهم ثلاث major political parties بدنا نحكي، اللي هي conservative party, new democratic party والليبرال بارتي، وطبعا هلا صار عندنا البلوك كيبكواز والجرين بارتي، هدول دائما تقريبا في اخر فتره في الانتخابات. الحلقه الجاي حنحكي عن الفوتر كاردز ونشرح اكثر، لانه طولنا عليكم بهاي الحلقه، ان شاء الله تكونوا ولا سريعا ممكن نشرح الفوتر كاردز لانها مهمه جدا. خلينا نشرحها ما دامنا موجودين وانتم موجودين يا طيبين معنا. الفوتر كاردز هاي اللي حكينا ببعتها الإلكشن كندا، الفوتر انفورميشن كارد زي ما انتم شايفين مبعوثة من الليجستري، موجود عليها اسمك وموجود عليها المكان اللي انت بدك تنتخب فيه، مثلا مقاطعة كيبيك، مقاطعة أنتاريو. إذا ما وصلتك لازم تتصل بهذا الرقم، أوكي، وتحكي لهم اللي هم بسموهم إلكشن كندا، تحكي لهم عن إنه ما وصلك وهم ببعتوا لك إياها وبشوفوا شو المشكلة. ممكن بهذا الكارد تروح على الادفانس بول عشان تعمل سبيشال بالوت وتبعت تصوت قبل ذلك. في الالكشن داي او بيوم البرلمان يوم التصويت، هذا التصويت بيصير بتاخذ الكارت هذا وبتروح مع بروف اوف يور ايدنتيتي والادرس، هذول الشغلتين مهمات، بتحط اكس على اسم الشخص اللي بدك تصوت له، وبعدين التصويت زي ما حكينا سيكريت، بتحط البالوت جوا بوكس وهذا البوكس بيطلع الريزلتس بنفس اليوم. سريعا جدا انهينا التصويت اليوم، ان شاء الله نراكم في الحلقات القادمة، وسلام عليكم.